كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، نتهنئ الأمة الإسلامية والشعب المغربي بهذه المناسبة ديال عيد الفطر لشهر رمضان 1444. والحمد لله هذه المناسبة تأتي بعد شهرين من الصيام وشهرين من القيام وشهرين من القرآن. نسأل الله عز وجل أن يوحد هذه الأمة التي أكرمها الله بنبيها وأكرمها الله بكتابه الكريم. فهذا الاحتفال وهذا الحشد من المصلين ومن المسلمين يعني هو دليل على الوحدة ديال الأمة الإسلامية، وعلى أن الحمد لله فيها حياة، وأن الأمة هذه تتطلع إلى المستقبل، لها مستقبل مع الناشئة ومستقبل ديالها في دينها ومستقبل ديالها مع الأمة العربية. والحمد لله يعني تعبر عليه من خلال مجموعة ديال الأوراش ومجموعة ديال المنجزات. فيكفي أن المونديال ديال قطر بين على أن الحمد لله الأمة يعني متوحدة خلف الهوية ديالها وخلف المبادئ ديالها وخلف العروبة ديالها وخلف الإسلام ديالها. فالحمد لله هذا الفرح هذا ديال عيد الفطر وتيوحد الأمة في هذه الحشود اللي تنشوفوها، لا من النساء لا من الأطفال لا من الرجال كذلك. والحمد لله تيلبسوا اللباس الجميل والأنيق، تعبروا على الجمالية ديال هذه الأمة والجمالية اللي اختارهم الله باش يكونوا أمة وسطة وأمة شاهدة على باقي الأمم. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة من طنجة للقويرة، وتنتمنوا لكم شي عام زين إن شاء الله. أسعار هبطوا شوية، راك فاهم أخي. اللهم لك الحمد، كلشي داز بخير وعلى خير الحمد لله. الرويضة دايرة هو هذاك. اللهم لك صراحة الله، عندي دابا أول عام هنايا في سلا، أول رمضان عندي هنايا في سلا هو هذا. اللهم لك الحمد، كوم بحالو بحال جميع المدن اللي دزت فيها زعما ترونكيل هو هذا. ايوا تنحبوا المغاربه كاملين من القلب الخالص، الجاليه المغربيه سواء اللي في المغرب ولا. عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه من طنجه للقويره سون. الحمد لله كانت اجواء الصراحه اللي واعره بزاف. من بعد ما الحاجز كان ديال كورونا ولينا كنشوفوا بنادم ولينا كنشوفوا الرواج ديال بنادم كيمشي، والحمد لله الحمد لله. رمضان الصراحه داز صعيب شويه في الايامات الاولى، ولكن من بعد الحمد لله كان صراحه مزيانه. شحال صمتو كامل الصراحه. الله يبارك فيك. تنهدي هذا الفرحه الدينيه والاسلاميه لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وسيدنا نصره الله، وكنتمنى الخير من هنا لقدام ان شاء الله. واش كتشوف هذه الاجواء؟ اجواء مزيانه، تتمنوا على طول الاعوان نشوف بحال هذا الفرحه هذه. شوف الناس بحال هكا ديما في الجوامع، واش ديما في الجوامع، والدين السامر بحال هكا والاسلام السامر بحال هكا، كل شيء تيفرح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بمناسبه عيد الفطر السعيد، أتقدم تهاني جميع المسلمين
المقدمة ديالهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنتمنى يعاودوا علينا الله سبحانه وتعالى بالخير ويكرروا عنا أعوام عديدة وتقبل منا الطاعات الصيام والقيام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعيدوا لنا أعوام عديدة. وكنشكركم على هذا بالنسبة للحضور. تبارك الله، كيف كتشوفوا لا يوصف بالنسبة للحضور، لا يوصف. ونتمنى الله سبحانه وتعالى ما يقطعش لنا هذه العادة هذه، ونبقى نشوفوها الأجيال الأجيال المستقبلية إن شاء الله. بطبيعة الحال هذا هو المضمون في المغاربة وكمسلمين بصفة عامة، أنه كيصطحبوا الأبناء ديالهم يوريوهم العادات ديالنا ويربيوهم من نعمة الأظافر ديالهم على العبادة، خصوصا في هذه المناسبات هذه أن نعظموها ونعطوها المكانة ديالها.